قسماً بالله هذه أسهم تنشال وتندفن، والله ما ينفع فيها تحليل فني الآن لأنها ما يحق التذبذب ومضاربات. يعني المدينة أفضل إسمنت الآن زيه زي اليمامة، شوفوا أفضل إسمنتات عندنا الآن إسمنت الجوف فنياً بعد ما عدى 13، إسمنت المدينة نوعاً ما، إسمنت اليمامة هو سيدهم كلهم وشيخهم كلهم. الحايل نجران أم القرى الشمالية ترى يا جماعة ما يبغى لهم تحليل، الجماعة دول خلاص هذول عند القيم الدفترية، يعني شوت التحليل الفني برجولك ما يهمك، لا يعني تبغى تشيل شيل وادفن، اسمنت أبوك شيل وادفن، لا تقول إيش التحليل الفني، التحليل الفني ما يعجبك، ترى ونطاق التذبذب ضيق، لكن ومع ذلك لو نبغى نتكلم بلغة تحليل فني، مع إنه أنا أقول لكم يا عمي شوتوا التحليل برجولكم، لكن تعالوا نشوف، شوفوا المكتوب من عنوانه في اسمنت الشمالي، أتخيلوا إنه هذا شارتنا حق الشمالي، تعرفوا زي البابطين، الحين كيف نحن صامتين في البابطين ونقول شيلوا؟ الآن اللي اشتروا الشمالية يا جماعة الخير في قاع شهر 6 أو من شهر 6 يعني من 8 شهور، كم كان القاع؟ 10 ريال و92، شوفوا بالله الخط هذا، شايفين الخط هذا 10 ريال و92، انتوا فوقه ولا تحته الان؟ سؤال، انتوا فوقه ولا تحته؟ اللي هو قاع شهر 6 ده 10 ريال و92 هلل، انتوا فوقه ولا تحته؟ جاوب، انت فوقه ولا تحته؟ انت فوق، زي موضوع البابطين لما يكون فوق 21.5 من 7 شهور 8 شهور نقول فالتين، السهم ما يطلع بس نحن الحمد لله ما شفنا خسائر دي. نفس الحكايه ملاك اسمنت الشماليه، هذول من 6 8 شهور هو يحفر ويدفن، طيب كيف يطلع السهم؟ كيف يطلع السهم؟ طيب يا جماعة أعتقد إنه الشارت يتكلم، وين المتوسطات المكسورة؟ وين 50؟ وين 200؟ المشكلة إنه تعالوا شوفوا الرقم ده بحدود ريال، ريال، بس شوفوا أنتوا تذبذب السهم، هذا ترى شموع أسبوعية الآن، شموع أسبوعي. طيب تعالوا نشوف شيء ثاني، لو جينا قلنا طيب الموجة دي كم صحيحة من قاع كورونا؟ 7 ريال و99 هلل، إيش قاع كورونا؟ إيوه من قاع كورونا 7 ريال و99 هلل، شوفوا السهم يا جماعة، ليش الخوف؟ السهم طلع إلين 19.80 من كم؟ من منطقة 7 ريال و99 هلل، شوفوا فين وصل في تصحيحه؟ لما جينا في ديسمبر كنا عند قاع البولينجر على الشهري 10 ريال و52 هلل، أهم دعم استراتيجي وإنت قاعد مو بس في مارش إبريل ماي جون، ما عندك حدث جوهري سلبي يخليك تخاف تقول إيش فيه، في شيء غلط، مع إنه قيمة الدفترية كم الشمالية ترى 11.70، يعني زي لما أنا أتعامل مع زين شرلم إكسل زين أقول ما دام أنا 10 والله يبطي 10 10 10، وهنا أقول 11 11 11 11، يا بلاش يا بلاش. طيب هنا السهم مصحح من موجته 78 في أدنى قاع سجله في ديسمبر 10 ريال و66 هلل، هذه 10 ريال و66 هلل، يعني أنا أضحك لما حتى تفتحوا الشارت على على المضاربة، يعني زين أطلق منه، زين في تذبذب، ده ما في عنده تذبذب كبير، ما يتذبذب يا دوب 10 هللات 12 هللة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. لذلك يا أخوان أنتوا إيش تتوقعوا بالله؟ هل تتوقعوا أنه هذه منطقة تصريف؟ يعني تعالوا نكبر الصورة شوية على الشارع، هاي شوفوا المنظر ده، والله يا جماعة لو نبغى نعرف منطقة البدرون في اسمنت الشمالي حيبان عندنا أنه اسمنت الشمالية عشان يروح لمنطقة تعتبر فيها تكسير عظام وفيها تطفيش أكثر لو كان تحت 10.5، لأنه منطقة البدروم شوفوا أول ما نزل في أيام عام 2016 اللي دائماً نحن نبني منها الترندات، تعرفوا أنه كان قاع الخط العرضي ده 10 ريال و65 هلل، تعرفوا أنه ارتد منها اسمنت الشمالية وما لامس 10.5 كمان، لأنه هنا في خط استراتيجي، شوف يشق الشارت شق، يشق الشارت شق. هاي تعالوا شوفوا القاع ده، ما سبق بعد أزمة كورونا لما اخترقوا جاء اختبروا، شوفوا كيف انطلق منه، شوفوا هنا لما كان في البدروم طايح، كان لما يوصل هنا يكون جاي مثلا من 7 ريال 8 ريال كان يعتبرها مقاومات عنيفة. طيب الآن نحن معناها في اسمنت الشمالية فين قاعدين؟ قاعدين في قاع سحيق، قاع استراتيجي. طيب بدأ يتحرك اسمنت الشمالية، لا يمكن أنا شخصيا، كيف أنا قلت في اسمنت المدينة الآن اللي هو أحسن منه، اسمنت المدينة اللي هو أحسن منه قلت 22 30، هذا لو بقول نفس الكلام في اسمنت الشمالية، متى يتحرك اسمنت الشمالية؟ هيا تعالوا نشوف، شايفين متوسط 50 كم يقرأ؟ قريب 12، متوسط 200 12.5، 61 فيبو مكسورة 12.5، أنا أقول لكم إذا لامس اسمنت الشمالية وبدأ يعبر الأول ده، يعني يعبر 12 ريال
أو 11.95، 11.95 هنا استراتيجيا الشيء الملفت للنظر، يعني تعال يا ولد شوف ترى بدأ يتحرك اسمنت الشمالي، يعني إذا بدأ يطقطق فوق 12 بدأ يتحرك اسمنت الشمالي، بس مو معنى ذلك أنه خلاص حيمشي، لا بدأ يتحرك يصلح الجلسة. ماذا لو اخترق 238 فيمو؟ مبروك عليكم، كشف ال 14 ريال و 13.90 وراح لمتوسط ال 100 على الشهر. طيب تعالوا شوفوا المنطقة دي قبل ما نفكر كيف نوصل 12، هيا شوفوا الخط العرضي هذا، شوفوا القاع ده بالله يا جماعة، طلوا في الرسم البياني تفهموا الفيلمينج. شوف شفتوا القاع ده، هذا قاع مضاربي ونحن طالعين كان 11.5، يعني انتوا الآن قبل ما تفتح ملف 12 اللي هو قريب اللي ممكن يجي في جلسة واحدة من سعر اسمنت الشمالية يعني 10%، يقول لك إذا أنت تبغى تتوقع أنه حيروح 12 لازم يكون عبر إيش؟ 11.50. طب كم قيمة السهم على الشاشة؟ كم قيمته على الشاشة؟ 11.14. معناها فين أهم مقاومة على يعني نحن ممكن نعتبرها مغرية؟ مو أنا أقول لكم زين أنا أذبذب فيه بعشرين ثلاثين هلا لا. طيب لو واحد مشتري الشمالية الآن وين مقاومته في الشمالية تستاهل 20-30 هذا يخفف عنده ولا يلعب عليها؟ 11.5، وهي ال 11.5 هي بوابة العبور ل 12. ها يا أبو يحيى يهمك السهم، إيش رأيك في الكلام ده؟ بالله هذا السهم يستاهل الواحد يتكلم فيه ويضيع وقت منطقي فيه. وما يعني ما يحتاج واضح يعني ما هو حق تحليل يعني خلاص يا جماعة شيلوا التحليل على جنب، ترى يعني إيش تبغى نقعد نقول لكم بولينجر وما بولينجر واخترق وبطخ، ترى ما هو الشيء هذا قلت ساق أحفر وأدفن وخلاص وانسى الموضوع خلاص. هذا يا جماعة الخير إذا شفتوا بعينكم الشموع الخضراء بدأت تتحرك وجيتوا شفتوا إغلاق شهري، الله شوفوا المنظر ده، ترى هنا نعم بدأ الشمالية يتحرك. طب تعالوا نشوف الحركة دي لو راسمين ترند هابط، شوف يا الله والله يا جماعة احفر وادفن وانت مطمن يا جماعة شوفوا الترند، يعني انتوا خارج المسار، بس شوف عشان اوريكم انه بعض الاسهم غسيسة نقول لكم بعض الاسهم تختلق تروح، هذا عشان اسمنتي شوف هذا معدي المسار الهابط من كم من شهرين بس مو راضي يروح، يعني ما في خوف، حتى لو رجع نزل الى 10.5 كانوا بيختبروا، يعني انتوا الان المفروض خلاص مرتاحين في اسمنت الشمالي، يعني تشيل وانت مغمم، عشان لا لو جاء واحد قال لك انت في اتجاه هابط قل له ترقد، انتهينا ما في ترند هابط، الشمعه خرجت عن المسار، طيب ليه ما راح؟ ترى هو أسهم كثير، وتعرفوا أنتوا وضع الإسمنتات، ترى الإسمنتات في طبعها تقيل، أزيدك من الشعر بيت يخليك دائما يوم تحفر وتدفن. شوف أنت الآن لو جيت لموجة 2018 القاع التاريخي دا اللي كان عن 7 ريال مررته من هنا، الأصل في السهم إيش؟ مع أنه هذا شوف ترنده فين؟ هذا ترنده قريب 29، يعني لو كسر 10.5 تكسير عظام لا سمح الله، وقلنا فين رايح؟ الترند حقه من قاع 2018 مرورا بقاع كورونا 9.20 ريال، بس انا اقول لك اتحدى يبطي، لانه حتى لو كسر ايش حيقولوا ملاك السهم؟ صامدون تيريرين زي ما انا اسوي في زين، والله يرقد العب معاه بالكميات ولا ابيعه ب 10 ريال زين، حتى لو يوريني 9.8 حتى لو يوريني 9.5 مستحيل، لكن انا اقول الحمد لله نحن ما لنا في هذا الاحراج في الشماليه الان، بالعكس الشماليه متمركز في مناطق محتاج عصب محتاج بنزين محتاج يعبوا بنزين، بس ترى ممكن يا جماعة تناموا تقوموا على خبر راح اسمنت الشمالية زي الألماني، ممكن فجأة فتح قاب السهم ب 12 ريال بكرة يجوك الناس يلاقوا السهم ب 12 يطمروا يقول لك مضاربين يتعلقوا، يرجع الشمالية يضغط يصرف عليهم على الخبر، ترى مشروع 10% وارد جدا ممكن يجي في أي يوم في شهر مارش في أي يوم، لأنه إيش الشغلة يبغى لها بس عبي بنزين أو أفتح خبر أو قاب أب عد 11.5 بقاب أب ضرب 12 يجيك الناس تطمر يقول لك مضارب، فين مضارب؟ ما حد يدخل فيه إلا الاستراتيجي، لأنه ممكن يضرب 12 ويرجع ينزل 11.5 وترجع أنت تنحبس هنا، لذلك لازم تعرف وين السهم فعلا يبغى يروح. انتوا بعض الاحيان يقول لك ابو محمود ايش كده متردد ومتناقض، مو شغلك متردد ومتناقض بس يا جماعه السهم ده ينطبق عليه الكلام ده، هذا ما هو سهم خفيف، ما هو شرقيه زراعيه، ما هو فخاريه، ما هو واحه، ما هو كثيري ابو 10 مليون و8 مليون سهم، هذا اسمنت الشماليه من اثقل، روحوا شوفوا راس ماله كم، ترى انت تتكلم على قريب 2 مليار مليار و800 مليون يعني 180 مليون سهم، ثقيل يبغاله بنزين يبغاله سيولة قوية،